بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو. الآن إن شاء الله تعالى سنقف بكل تواضع وكل اطلاع وتطلع إلى بعض ما حاوته أسرار آيات من سورة الأنبياء عليهم السلام. نبدأ بالآية دي آية 36 الأنبياء البروفيت. وإذا رآك الذين كفروا، أي رآك يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام، إن يتخذونك إلا هزوا أن معدوك للسزا، يعني فارغين تافين إلى أقصى التفاهة في قريش، في البشرية، الوهم والمجاز، ما يدور شيء قدام النصارى، ما عندهمش الطبيعة دي مثل الأستاذ بالأنبياء عليهم السلام، على حد نيتهم يقدروا الأنبياء وإمامهم سيدنا عيسى عليه السلام، غير وقعوا في خطأ عظيم هو الشرك فقط. أما هؤلاء الخنافس قرشيين ولا أي واحد من جزيرة الكرب إلا هو يستأذنوا بالرسول لحد الآن عليه السلام، لحد الآن فهم يستأذنوا. يجي لتونس تلقى أي واحد عنده ريحة الإسلام إلا يفكروا كيفاش يحاكموه بالباطل أو يسجنوه أو يتعاقبوه أو يطايدوه أو ياخذوا ما عنده من مزايا من أموال حلال، إلا وتلقى الفتك بالإسلام لحد الآن نراه فيه. إذا كما ما فشل في ديار تونسية فسببه من عندهم الادعاء أنهم يطبقون الإسلام. نعم يطبقون الإسلام، ولو بقي واحد منا فكما بقيت أمة الإسلام من أولها لآخرها، وما اعتمى حد كيفنا ولا ندعي ما ليس فينا، بل نحن أهل الله، ربي حبانا بإسلام يقبله الله ويباركه، وانتم تعوموا بالشايح، تعوموا تحت استلاب إبليسي، هذا صحيح، وبردوا روحكم خير لكم، الاستلاب خلكم تضربوا بالمقلوب، وبالكم الجائحة من الجائحة كان موقعكش، وخذوا وكثروا من الكلام وكثروا من النظريات، وانتم النافخات رمادا في رماد في ظلام في ظلام، وما عندكم شيء من الإسلام، ولو اسم بعد أسماءكم عبد الله وعبد الغني وعبد الفتاح ليس لكم من هذه الأسماء أي قيمة، لأنكم أعداء تلك الأسماء اتخذتموها بطريقة أخرى، طريقة المزورين للحقائق، والسلام على الإسلام أهل الإسلام أجمعين.